جبريل يجدد معارضته للاتفاق السياسي ويعتبره وصايا، وكوبلر يؤكد أن الاتفاق أمر مهم ويدعو حفتر للانخراط تحت الشرعية. ونواب مصراتة يشكلون تجمعا سياسيا من 11 نائبا من مجلسي النواب والأعلى بهدف تفعيل الدور الوطني وتوحيد الصفوف. قوات البنيان تحرر 6 نساء من جنسيات إفريقية وعددا من الأطفال كانوا محتجزين لدى تنظيم الدولة في سرت. مشاهدينا، هذه نشرة الثالثة نقدمها لكم من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. جدد رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل رفضه للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في شهر ديسمبر من العام الماضي. جبريل قال في تصريح تلفزيوني أن المجتمع الدولي وضع الاتفاق امتدادا لوصايته على ليبيا، وداعيا إلى ضرورة فصل المجلس الرئاسي عن التشكيلة الحكومية، مرجعا سبب عدم جلوسه بشكل رسمي مع المجلس الرئاسي لعدم طرح هذا الأمر داخل حزب التحالف على حد قوله. أكد عضو مجلس النواب محمد حنيش في تصريح لليبيا بانوراما تشكيل تجمع سياسي بمدينة مصراتة يجمع 11 نائبا من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ويهدف إلى تفعيل الدور الوطني في توحيد الصفوف وتحقيق المصالحة الوطنية لتعزيز وحدة ليبيا والخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. تم حضور أغلب أعضاء مجلس الدولة حقيقة، حوالي 7 نواب من عدد من النواب، وحضر ايضا من اعضاء مجلس النواب 4 نواب من عدد 7 نواب داخل هذه المدينه. والله في الحقيقه احنا بنحاولوا تكون هذه نواه لليبيا كافه لتوحيد الصفوف داخل المدن من خلال الناخبين هذه المدن، سواء عن اعضاء مجلس الدوله او اعضاء مجلس النواب، لتوحيد الراي والكلمه، ولتكون هذه طبقة للتوسع خلال كافة المدن لحل الأزمة الراهنة داخل ليبيا على وجه العموم. يعني قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في لقاء تلفزيوني مع إحدى وسائل الإعلام أن تنفيذ الاتفاق السياسي أمر مهم جدا، وقد دعوت حفتر للانخراط تحت الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي، مضيفا أنه يحاول إقناع الأطراف في المنطقة الشرقية بتنفيذه،
وأشار كوبلر إلى الوضع في ليبيا يحتاج إلى عناية كاملة، ويجب أن يتم صرف الأموال إلى المجلس الرئاسي ليوزعها على الوزارات لتباشر أعمالها في توفير ما يحتاجه المواطن. قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له حجم المساعدات الإنسانية التي تحتاجها ليبيا ب 120 مليون دولار إضافية حتى تستطيع منظمات الإغاثة الدولية الاستجابة لاحتياجات جميع المدنيين النازحين جراء عمليات القتال التي تشهدها مناطق متفرقة داخل ليبيا. وأضاف التقرير أن حجم التمويل الذي تم رصده حتى الآن لا يتجاوز 51 مليون دولار، أي 30% فقط من المساعدات المطلوبة، محذرا من نفاذ مخزون الغذاء المتوفر نتيجة نقص التمويل. ميدانيا، تمكنت قوات البنيان المرصوص الأحد من تحرير 6 نساء وعدد من الأطفال كانوا محتجزين لدى عناصر تنظيم الدولة بعد اقتحام قوات البنيان حي الجيزة البحرية آخر معاقل التنظيم. وكانت قوات البنيان قد تقدمت في محور الجيزة البحرية السبت بعد اشتباكات سقط على إثرها شاهدان من عناصر البنيان وجرح 16 آخرون. هذا واستشهد عنصران من قوات البنيان المرصوص وجرح 8 آخرون في تجدد الاشتباكات السبت بين قوات البنيان وعناصر التنظيم في آخر معاقله بالجيزة البحرية. وسيطرت قوات البنيان المرصوص في وقت سابق على منازل جديدة في الجيزة البحرية كان يتمركز فيها التنظيم.
مشاهدينا فاصل قصير وتتابعون من بعده. أوغليوان ينفي الأنباء المتداولة عن أسر تنظيم الدولة عناصر من القوة الثالثة على طريق اللود الزراعي بالجفرة. أهلا بكم من جديد. بحث رئيس جامعة سبها وعمداء البلديات بالجنوب عددا من القضايا المهمة على مستوى المنطقة، واستنكر المجتمعون حادثة الخطف التي طالت عميدة بلدية تراغن وعضو هيئة التدريس بالجامعة، إضافة إلى مراجعة قانون رقم 59 بشأن البلديات وتكثيف التواصل والتنسيق بين الجامعة والبلديات وإنشاء لجان للمتابعة. دعوة من جامعة سبها لعمداء بلدية الجنوب للالتقاء لتوحيد الرؤى ودراسة المستجدات الموجودة على الساحة الليبية وخاصة السياسية والاقتصادية منها، والنظرة المستقبلية لهذه المنطقة من مشاريع مستقبلية. تم الاجتماع بدعوة من السيد رئيس جامعة سبها، ومشكور جدا على هذا على هذه الدعوة. طبعا الاجتماع لتوحيد الصف والتنسيق بين الجامعة والبلديات لحلحلة المشاكل. هذه البلديات مجتمعة مطالبها موحدة في المشاريع الكبرى زي مصفات النفط، زي الكهرباء، زي المشاريع البنية التحتية. فاليوم صار فيه نقاش وكانت فيه ورقات عمل قدموها الأساتذة تفتيح للمواضيع، ثم أتيحت فرصة لعمداء البلديات للمداخلات، ومرحبين بالفكرة. وإن شاء الله هذا الاجتماع افتتاحي بشكل عام، حتخصص اجتماعات لاحقا. وينضم إلينا من سبها مراسلنا محمد البكوش. محمد، يعني هذا الاجتماع الذي كان بين الجامعة والبلديات، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الخطوة؟ نعم، جاء هذا الاجتماع كما قال الحاضرون يوم أمس، هو من أجل المتابعة والتنسيق بين اللجان الاستشارية الموجودة في البلديات. البلديات كما نعلم يوم الخميس الماضي انتخبت او شكلت جسم سمي الاتحاد او اتحاد بلديات الجنوب، واختير له منسق وهو السيد حسين القذافي وهو عميد بلديه الشويرف. بعد ذلك تم الاجتماع يوم السبت اللي هو يوم امس، وهذا الاجتماع اللي دعت اليه الجامعه هو على فكره هذا الاجتماع الثاني، ليس الاجتماع الاول. الاجتماع ينصب حول مسألة التنسيق والمتابعة والتواصل بين اللجان الاستشارية الموجودة كما ذكرت في البلديات من أجل حلحلة بعض المشاكل أو تقديم حلول لبعض المختلقات الموجودة في البلديات في الجنوب. نعم. كما نشاهد مدينة سبها اليوم حقيقة تشهد كثيرة من المشاكل، لعلها مشاكل كثيرة جدا، من أبرزها مشاكل تتعلق بالبيئة، مشاكل تتعلق بالتلوث، مشاكل تتعلق حتى بالأمن والمشاكل الاقتصادية الأخرى. طيب محمد، يعني من ضمن البنود التي تم الحديث فيها في هذا الاجتماع، يعني استنكار المجتمعون حديثة الخطف التي طالت عميد بلدية تراغن، واستنكار حالات الخطف بشكل عام، يعني هل قدمت رؤية للحد أو منع هذه الظاهرة؟ طبعا يعني كان هناك استنكار بالفعل وتنديد بمحاولة بالخطف هذه وبجميع الحالات الانفلات الأمني الموجودة بالمدينة، لكن ربما التنسيق الأمني أو التنسيق الأمني بين البلديات يحتاج إلى عمل كثير. هذه الاجتماعات هي كما ذكر لنا الحاضرون والمجتمعون هي اجتماعات أولية ممكن للجان العلمية واللجان ذات الخبرة أو اللجان الأكاديمية بالجامعة، ممكن أن تقدم مقترحات حول حلول أمنية وحلول حتى كما ذكرت اقتصادية وبيئية للمناطق والبلديات. طيب، والمشاكل التي تعيشها. أكتفي بهذا القدر. مراسلنا من مدينة سبها محمد البكوش، شكرا جزيلا لك.
أطلق سراح مدير إدارة الفروع بمصر في شمال إفريقيا بالمنطقة الجنوبية أبو بكر جبريل بعد أكثر من 20 يوما من اختطافه من قبل مجهولين في الطريق الرابط بين مدينة سبها ومنطقة تمنهنت. وأوضح المجلس البلدي البونيس أن جبريل وصل إلى مكان إقامته في منطقة سمنو ليلة الجمعة دون أن يذكر أي معلومة عن الجهة التي احتجزته في 11 من أكتوبر المنصرم. نفى الناطق باسم القوة الثالثة المكلفة بحماية وتأمين الجنوب محمد قليوان ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن أسر عناصر تنظيم الدولة 4 من القوة على طريق اللود الزراعي بالجفرة. وقال قليوان في تصريح لليبيا بانوراما إن هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وليس للقوة الثالثة أي فرد بالجفرة، وإنما هي متواجدة في الجنوب فقط. وتجدر الإشارة إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا مفادها أن عناصر قامت من تنظيم الدولة قامت بأسر عناصر من القوة الثالثة على طريق اللود الزراعي بالجفرة. عقد بمسرح مدرسة صالح السويسي للتعليم الأساسي بترهون ملتقى أعيان ومشائخ قبائل المدينة، حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء ومسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية ومشائخ وأعيان القبائل. تم فيه توقيع على ميثاق الشرف الاجتماعي لقبائل ترهون لتوحيد الكلمة والصف. ومراسلنا كان هناك ووفانا بالتقرير التالي. اللحمة الوطنية وتوحيد الكلمة هما الحل الوحيد للخروج من الأزمات التي تواجهها بلادنا في هذه الأوقات العصيبة، ولما لذلك من أهمية لا سيما في المدن والمناطق التي لا زالت توقر كبارها ومشائخها. التقى مشائخ وأعيان ووجهاء قبائل ترهونة من أجل الاتفاق على ميثاق الشرف الاجتماعي الذي جمعهم تحت سقف واحد من أجل صلاح مدينة ترهونة. نلتقي اليوم لنوقع الميثاق، ميثاق الشرف الذي أعدته قبائل ترهونة صونا للكرامة وصونا للوطن وأيضا دعما للصلح الاجتماعي والسلم الاجتماعي على جميع مناطق ربوع ليبيا الحبيبة. استشعارا للخطر المحدق الذي يهدد كيان المجتمع الليبي في الصميم، فقد تنادت قبائل ترهونة لعقد ملتقى مشائخ وأعيان ووجهاء المدينة للاتفاق على ميثاق الشرف الذي نص بمجمله على توحيد الكلمة وتركيز الجهود للنأي بالمدينة عن التجاذبات السياسية ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل الخارجين عن القانون، وجعل مجلس مشائخ وأعيان ترهونة المرجعية الاجتماعية الوحيدة لقبائل ترهونة. الهدف منا هو لملمة الشمل المبعثر لليبيا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن جميع القبائل في ليبيا تحذو حذو قبيلة ترهونة. اليوم كان حقيقة ميثاق تاريخي يحافظ زي ما ذكرنا على النسيج الاجتماعي في ترهونة. قبائل ترهونة، الميثاق الذي وقع من أعيان قبائل ترهونة لتغليب مصلحة المدينة على المصلحة الشخصية والقبلية وإبقاء مستقبل المدينة وأبنائها نصب أعينهم بعيدا عن كل التحديات والصراعات، ليكون هذا الملتقى مثالا عظيما يحتذى به ورسالة سامية لباقي المدن والمناطق لترك الخلافات والتضامن من أجل مستقبل بلادنا. محمد شاكير لقناة ليبيا بانوراما ترهونة. وينضم إلي من مدينة ترهونة أحد أعيان ومشائخ المدينة ضو عون. أرحب بك سيد عون معي هنا في هذه النشرة. يعني هل أبرزت لنا نتائج هذا الميثاق الذي اتفق قبائل ترهونة على أنه ميثاق الشرف الاجتماعي؟ أولا أهلا وسهلا بك ورحب بجميع الأخوة المشاهدين. وطبعا ما تضمن ميثاق الشرف الاجتماعي في مدينة ترهونة، نعم، فالحقيقة هو أساس العمل الدؤوب في المستقبل اللي من شأنه محافظة على النسيج الاجتماعي
وإنقاذ ليبيا من الوحل الذي أوقعها فيه الأعداء. كذلك ما تضمنه الميثاق من بنود واتفاقيات يعتبر ملزما لجميع الإخوة في ترهونة، ويعتبر حتى هو اللبنة الأساسية للمؤسسات الخدمية والأمنية داخل القبيلة. نعم. طيب، يعني كان في الاجتماع أيضا أن المدن الليبية الأخرى حذو مدينة ترهونة، يعني هل تم دعوة مدينة من المدن الأخرى المجاورة لمدينة ترهونة، أم يعني كيف أطل بظلاله هذا الاجتماع على المدن الأخرى؟ طبعا البنود اللي احتواها الميثاق، احنا قلنا ترهونة هي الأم الحاضنة لجميع الليبيين، احنا ما عندناش أي إشكالية مع جميع مدن ليبيا. اللي بيحذو حذو، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان جميع القبائل الليبية تحذو حذو ليبيا، باش نلم ليبيا او نطلع ليبيا من المنزلق اللي هي فيه ونطلعها الى برا الامان، باش تحذو يعني. نعم. كذلك ما حواها الميثاق لبنة صغرى اللي هو الاساس. نعم. ويكون طبعا لجميع الليبيين. نعم، أشكرك ضوعون أحد أعيان ومشائخ مدينة ترهونة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مدينة استقبلت بلدية غات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي 18 طنا من المساعدات الإنسانية الجزائرية، تضم أدوية ومستلزمات صحية. وكانت الخارجية الجزائرية كانت قد كشفت عن اعتزام الحكومة إرسال مساعدات إلى ليبيا، وذكرت أن هذه المساعدات تأتي في إطار تعبير الجزائر عن تضامنها مع ليبيا. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قدمت في فبراير الماضي مساعدات إنسانية تقدر ب 18 طنا لبلديتين ليبيتين. شغلت الوحدة الثانية لمشروع محطة كهرباء الخمس الاستعجالي بقدرة تصل إلى حوالي 262 ميجاوات. كما أوضحت مصادر صحفية أن الوحدة الأولى ستدخل إلى الخدمة نهاية الشهر الجاري بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 262 ميجاوات، ليكون بذلك إجمالي القدرة الإنتاجية للوحدتين الغازيتين نحو 525 ميجاوات. نظمت جمعية محبي الشجرة بالتعاون مع مكتب الخدمات الزراعية مصراتة السبت ورشة عمل حول جني ثمار الزيتون واستخلاص الزيت بمزرعة علي ذهب بالفرع البلدي الدفنية. وتضمنت الورشة محاضرات وحلقات نقاش حول التقنيات الحديثة المتبعة في جني الثمار، ولم تقتصر الورشة على محصول الزيتون فحسب، بل شملت رفع إنتاجية محاصيل الحبوب من القمح والشعير المتلائمة مع ظروف الزراعة. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جبريل يجدد معارضته للاتفاق السياسي ويعتبره وصاية، وكوبلر يؤكد أن الاتفاق أمر مهم ويدعو حفتر للانخراط تحت شرعية. ونواب مصراتة يشكلون تجمعا سياسيا من 11 نائبا من مجلسي النواب والأعلى بهدف تفعيل الدور الوطني وتوحيد الصفوف. وكان في النصرة أيضا قوات البنيان تحرر 6 نساء من جنسيات إفريقية وعددا من الأطفال كانوا محتجزين لدى تنظيم الدولة في سرت. في أمان الله.